نعم. أأمل شرح كيفية تكفين الميت بالنسبة للرجل والأنثى. السنة يكفن الرجل في ثلاثة ثواب بيض. هذه السنة كما كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى. وإن كفن في قميص وإزار وإمامة جاز فليس فيها ليس في التكفين حد محدود. إذا كفن في لفافة واحدة أو لفافتين أو ثلاث أو في قميص ولفافة أو في قميص وإزار ولفافة كله جائز الحمد لله كله واسع. ولكن الأفضل مثل ما كفن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أجر الله النبي صلى الله عليه وسلم كفنها الصحابة في ثلاث لفائف بيض وجد فيها إدراجة هذا هو الأفضل. وإن كفن في جوبين أو في واحد أو في قميص وإزار فلا بأس بهذا والحمد لله. كذلك المرأة تكفن في ثوب واحد يسترها في لفافة واحدة تسترها أو في مدرعة ولفافة أو في مدرعة وإزار ولفافة كله جائز. وإذا كفن في خمسة إزار وخمار وقميص ولفافتين فهذا هو الأفضل كما ذكره العلم وجاء في بعض الأخبار الدالة على ذلك. هذا هو أفضل ما يكون قميص وإزار وخمار ولفافتين المرأة. وإن كفن في ثوب واحد يعني لفافة واحدة تسترها كلها أو في لفافتين أو في قميص ولفافة أو في قميص وخمار ولفافة كله طيب كله ما في حد محدود الحمد لله الأمر في هذا واسع.